أنا بصراحة في حاجة مش مرتاحة لها يا أستاذ راتب، ومحتاجة أفهم منك بالظبط. خلاص بقيت أستاذ راتب، ما بقتش أونكل. أنت بقيتي بتعامليني رسمي قوي يا شمس. بجد مفيش وقت للكلام ده، أنا محتاجة أفهم منك كل حاجة بالظبط. على حد علمي إن بعد الحكم الأولاني كان المفروض يفوت شهرين ونقدم النقد، والوقت عدى بكتير وحضرتك ما قدمتش أي حاجة. ليه؟ بتشككي فيا؟ بعد السنين دي كلها اللي بخدم في والدك تتهميني بإني ضيعت ميعاد النقد؟ ممكن حضرتك تشرح لي بدل التأنيب اللي ملوش لازمة ده؟ القضية يا شمس زي ما قلت لك فيها بعد سياسي، في ناس بتنتقم، بتصفي حسابات مع نور بيه. يعني ايه بعد سياسي؟ ومين الناس دي اللي بتنتقم من حد متوفي؟ وايه اللي بيعملوه يعني علشان ينتقموا منه؟ ايه تأثيرهم اصلا على القضية؟ انا مش فاهمة حاجة. ارجوكي افهميني، انا لو قدمت النقد في التوقيت ده كان هيترفض، وده اخر مرحلة في التقاضي، يعني الحكم كان هيبقى بات، مش هنقدر نطعن عليه. وايه الخطوة اللي حضرتك ناوي تعملها بعد كده؟ ارجوك فهمني علشان مظلمكش. انا هحرك الدعوة قدام محكمة مدنية، وهطالب الحكومة باسترداد ثروتي، ولو الحكم صدر لصالحنا هيبقى في تناقض بينه وبين الحكم اللي أصدرته المحكمة الجنائية، والتناقض ده يخلينا نقدر نطرح القضية قدام الدستورية العليا، وفي الحالة دي أنا واثق إننا هنكسب القضية. أنا مش فاهمة حاجة خالص، مش فاهمة. بالطبيعي إنك ما تفهميش لأنك مش محامية، حتى المحاميين معظمهم ما يعرفش ياخد الإجراء ده. صدقيني يا شمس، أنا ماليش أي مصلحة في إن أفوت موعد النقد. يعني حضرتك واثق من اللي جاي؟ إن شاء الله كل خير. صباح الخير. هي كويسة؟ الحمد لله. شكرا. أسيبكم لوحدكم بقى. تيتا، تيتا أنت كويسة؟ فيكي إيه؟ صدق الله العظيم. والله العظيم خضتيني عليكي. بقى يا سلمى لازم اكلمك وابعتلك عشان تيجي؟ ده كلام برضو؟ اكيد لا يعني. وبعدين انا كنت عندك من 3 ايام، وانت عارفه ان احنا مقسمين الزيارات، انا وشمس ومري عشان شغل البيت والصيدليه، ما انت عارفه يا تيتا. ربنا ما يحرمني منكم ابدا، بس انا كنت عاوزه اكلمك في موضوع. انت تأمري يا تيتا. خير قوليلي. في واحد زميلك في الكليه جه معايا يحيى زارني. حازم اللي طردتيه من البيت. تيتا انا ما طردتوش، انا قلت له ان هو ما ينفعش يجي يتقدم في ظروف زي دي، وبعدين هو اصلا جه من غير ما يقول لي. انا اتفاجئت يا تيتا. ويعني ايه جيلك المستشفى؟ يعني بجد الموضوع بقى مستفز. بتحبيه؟ ايه تيتا الكلام ده؟ لا يعني انا مش بفكر اصلا في، مش بفكر يا تيتا في الحب وكده، وبعدين الظروف اصلا مش. بتحبيه يا سلمى؟ شوفي بقى مفيش حد فاهمك قدي، على طول حاطه الدنيا فوق دماغك وتفضلي لمصلحه الكل عن مصلحتك. بس يا بنتي ما ينفعش في الموضوع ده تعملي كده، ما بقيتيش صغيره يا سلمى، وده قرار يا بنتي لا انا ولا اخواتك نقدر نكبرك عليه. انا بس يا تيتا شايفه انه لا الظروف ولا الوقت مناسبين. ظروف ايه؟ لو هتستني لما تبقى الظروف مناسبه هتستني العمر كله. اسمعي كلامي يا بنتي، انا شايفه انه شاب مهذب ومؤدب وابن ناس. طيب بصي، هو انا بصراحه يعني مستريحه له، بس ايه تاني؟ مش عارف، خايفه اوافق يا تيتا. ليه؟ وفي نفس الوقت خايفه ارفض. كويس ان لقيتك لسه ما مشيتش. هقعد هنا. ها اقعدي. عايزه ايه يا روشاني؟ معايا امر بالقبض عليك. معاكي اذن نيابه من بره ولا ايه؟ لا، معايا اذن اهم من النيابه، شمس شخصيه. لازم بالويف يعني؟ ايه الويف ده؟ ما علينا، عايزه ايه شمس؟ مالها؟
بتقولي عدي عليك اخدك بعد المدرسه ونروح مع بعض عند تيتا في المستشفى. ليه؟ مش عارفه، قالت لي عشان الموضوع اللي كلمتك فيه امبارح. وما تساليش ايه الموضوع لان اكيد اكيد ما اعرفش. ايوه يعني بس ليه؟ اشمعنى يعني المستشفى؟ اعتقد يعني الموضوع ما ينفعش الكلام فيه الا في وجود تيتا، وبعدين سلمى ويحيى قابلونا هناك. انا مستغرب الطريقه والمكان يعني، بس اوكي. بس نعدي نجيب ورد بقى قبل ما نروح. خلاص بينسور، بس بسرعه عشان ما يتاخرش. بينسور؟ اه بينسور. طيب بس بجد يا مريم، بجد بجد انت بقيتي سفاحه فرنساوي فعلا. والنبي والنعمه، ده انت مفيش كلمه فرنساوي لما بتدمريها تماما. يلا. يا بنتي يا حبيبتي ما توجعيش قلبي، عايزه ارد اقوله لحازم ولا لا؟ بصي يا تيتا، هو كويس بس انا خايفه من ايه؟ عشان بس تبقي فاهماني، انا خايفه ان هو يطلع زي بقيه الرجاله والاقيه بقى مقعدني في البيت اربي له العيال واقمع له باميه، وانا الجو ده مش دماغي. يا حبيبتي الحاجات دي ممكن تتفقوا عليها بعدين، امال هي الخطوبه معموله ليه؟ تفتكري كده يعني يا تيتا؟ يلا يلا اتكلي على الله وقولي موافقه، خلينا نفرح يا بنتي والسلام اللي احنا فيه ده. ماشي موافقة. مبروك يا حبيبتي، مبروك. لو ما كناش في المستشفى كنت زغرات. الله الله عليك، مبروك. الله يبارك. ايه ده؟ يعني حصل صح؟ وبسم الله الرحمن الرحيم على الليلة. لا 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 لا، عرسنا زن كعيل العز. مش يا عم سيبينا نفرح، ده ليلة عيد وفرح أختي على المعيد. ميرسي. هو أنت مفيش مرة هتعرفني إن أنت جاي؟ يعني كنت هتعمل إيه يعني زن؟ لا يعني بس مرة جيت شفتني بلبس البيت كده وبشبشب دلوقتي يعني. لا 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 ما تقلقيش، زي القمر هيلبس. الله. كده والله العظيم، والله العظيم ثلاثة أول مرة في حياتي أشوف سلمون لي مكسوفة. سكر يا يحيى. أهلا جينا. أهلا مريومة. هشام. أهلا هشام، كويس إنك جيت. عقبالك يا بنت. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. إيه؟ الله يبارك. اوعى تكون قريت الفاتحه من غير. انت حافظاها اصلا؟ ما هي سلمى اللي كنت بكلمك عنها، سلمى خلاص وافقت انها تتخطب لحازم. الله حلو قوي الوقت. اتفضلي. الله ميرسي. بجد ميرسي جدا يا مستر هشام، وفرصه سعيده ان انا اتعرفت بحضرتك. يحيى اخو العروسه. طب يا ولاد ما دام اتلمينا كلنا كده نقرا الفاتحه. توكلنا على الله. ماشي يا تيتا بس بشرط مفيش اي خطوبه لما تيتا تخرج بالسلام. وانا عن نفسي طبعا موافق. عشان انت اللي توزعي الشربات يا قمر. طيب يا حبيبتي يلا بسم الله الرحمن الرحيم. مبروك يا ولاد. طب بسم الله الرحمن الرحيم. اختي بتتجوز. في عيانين هنا يا زكي. وانا ممكن افهم يا شمس ايه لازمتها قعده المحاكمه اللي انت عاملاها لنا دي؟ محاكمه؟ محاكمه ليه يا بنتي؟ يعني احنا لما نقعد مع بعض كده عيله ونفكر في مشاكلنا ونلاقي لها الحلول دي تبقى اسمها محاكمه؟ لا تبقى اسمها قعده اعترافات ليليه. كفايه تهريج بقى يا يحيى. يا جماعه يا جماعه احنا في مشاكل بجد، لازم نقعد مع بعض ونفكر ونخطط، يا اما هندخل في كارثه. انتوا حاسين ولا لا؟ طب ماشي براحتكم، استاذن انا. اقعدي بس يا شمس ما يبقاش خلقك ضيق كده، اهو اقعدي. ممكن اعرف حضرتك هتعملي ايه في دراستك؟ انت عارفه انا عجلت الترم. طب يا ستي حازم كلمني وقال لي ان ما شاء الله كانت تقديراتي كويسه قوي السنوات اللي فاتت، وان شاء الله هيقبلوا الالتماس. ايه ده بقى ان شاء الله؟ انت مخططه كل حاجه انت وسي حازم اهو. نفسي افهم ايه اللي مزعلك، يعني هي كانت مخططه تخطفه منك. يا بنتي في انت جوزك على طول سبب دماغك كده، استمري بالله، الست بتحاول تساعدك. ها وانا متاكده ان انت هتفرحي، بس لازم بقى نسيب شغل الصيدله ده على الاقل نخليه بس في الويك اند والاجازات.
ربنا يسهل يا شمس. ربنا بيسهل الناس اللي بتتحرك، اللي بتفكر، اللي بتخطط، اللي بتنفذ. ايوه. انت بتدخل ايه اصلا؟ فراغ. فراغ. طب قول لي بقى، انت هتروح تجيب الملازم بتاعتك امتى ان شاء الله؟ لما الامتحانات تخلص؟ ايه ده؟ هو فيها امتحانات؟ اه، تصور فيه امتحانات؟ بجد؟ يا خبر. قول الله. والله. يحيى. نعم. خليك جدع بقى كده وراجل، تروح تجيب الملازم بتاعتك وتبتدي مذاكرتك. اوكي. وعلى فكره احب اقول لكم خبر مهم جدا، ان انا كمان هبتدي مذاكره واكمل دراستي كده وببقى محترمه. هكتب لك على شويه ملازم تجيبها لي من مكتبه اداب انجليزي. From my eyes. اما الاستاذه مريم، لا انا متهيألي انا اكتر واحده فيكم ملتزمه وعارفه طريق. انتوا بقى ايه، عايزاكم تفوقوا كده لنفسكم، ها؟ وايه، ربنا يوفقكم ان شاء الله. بس انا مش يعني انا كويسه يا شمس. هي كويسه، هي تبقى هي عارفه طريقها. احنا بقى هتساعدينا في طريقنا. يعني انا بقول لكم فوق كده المستقبل. ايوه فوق. انا ايوه ايوه مش جايين فوق. حاضر. اوكي. عشان ما ينفعش. انا دي اقتنعت. طب انا سيبكم تهزروا بقى واروح عشان اتخطى الصيدليه. الله، انت مش الشفت بتاعتي الصبح؟ ما انا لما تيتا كلمتني الصبح اضطريت انزل زميلي، فلازم انزل دلوقتي اشيل عنه ساعتين. يروح الراجل ينام شويه يعني، حرام. عندك حق. تلاقيش مش هتقف. ربنا معاكي. تفضلي. على السلامه يا دكتوره. باي باي. Antihistamines could theoretically reduce some of the symptoms of a cold runny nose and sneezing fees. سلام عليكي. اهلا. خير؟ مفيش، لقيتك متاخره فقلت امس عليك بكوس ذره. تصدق بالله؟ لا اله الا الله. والله العظيم انت ابن حلال حبيبي. كان نفسي فيها قوي. الف هنا. تي هتروحي امتى؟ انت ايه اللي جايبك؟ مش عندك شغل؟ ما انا سبت واحد صاحبي في المحل، زميلي يعني، وجيت عشان افك منك 200 جنيه. لا والله مش عندي. عارف انت لو جيت بدري 10 دقايق بس صاحب الصيدليه لسه واخد الايراد. يا خساره، كنا سرقناه. بقولك ايه؟ عارف السوبر ماركت اللي جنبينا؟ اللي جنبينا ده؟ لا معرفوش. رخص يا يحيى، روح فك منه. طب اطلب منك طلب سعيد؟ قول، هي عادتك ولا تشتريها؟ ما تروح انت تبدهي منه عشان خاطر هو يعني واخد مني موقف، عشان باخد منه شكوك وما برجعلوش الفلوس ساعات يعني. ماشي. معلش فكها لي منه. نشوف اخرتها معاك ايه؟ ربنا يبارك لكم. ما تاكلش منها، ها؟ خلي بالك من الصيدليه. بصي اعتبري الصيدليه زي اختي، شفتي بعاملك ازاي؟ حبيبي. حبيبي. سامحنا يا رب. الميه؟ اها. هما كلهم شبه بعض ليه؟ اكيد مش حاطينهم في الوش يعني حاجات ممنوعه. حبيب قلبي، حبيب قلبي. جميل قوي الكلام ده. عايز خمسينات ولا عشرينات؟ ارباع. ماشي يا لطيف، خد. ما عندوش عشرات. بقول لك ايه؟ هو بتاع الصبغه ده حلو ليا؟ امشي يا يحيى. اصل عايز اعمل قصه بامبي. امشي يا يحيى بقى، عندي شغل. طب انت هتروح امتى؟ وبعايا كده بس زميلي يجي يستلم مني. حلو، خليه يجي يستلم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو عايز تضرب كلميني. ماشي. اخريش. حاضر. روح على طول. واو، ايه الجمال ده؟ محليه الفستان يا جميله. مش عارفه، مش عاجبني الستايل كده، مش انا كده. ليه يا حبيبتي؟ ده حلو قوي عليكي. مش اللي كان في دماغي يا شموسة. طب وانتي بقى ايه اللي كان في دماغك؟ اصل انتي مش فاهمه يا شمس، دلوقتي الناس الاغنياء اللي زيك بيبقى عندهم عيد ميلادات وافراح وحاجات من ديت كتير، فضا يعني، فاهمه؟ بس احنا بنلبس فساتين بس في الافراح، فاملي كله في سلمى وخطوبتها. نفسي كده ايه، نفسي البس فستان كده اللي هو عارف، فستان واو كده يهبل، عارفه؟ على فكره عايزه افهمك حاجه، مش كل الاغنياء اللي زي فاضيين ولا مبسوطين، وبعدين
الواحد هو اللي بيحلي الحاجة. انت بني آدمة جميلة من جوه ومن بره كمان، فبتحلي أي حاجة تلبسيها. بجد يا شموسة انت شايفاني حلوة من بره؟ بجد يا قلبي. بصي حبيبتي، احنا لسه بدري شوية على يعني خطوبة سلمى، ان شاء الله ماما صباح تطلع من المستشفى الأول، عندنا وقت نفكر. اوكي؟ المفروض بقى انت دلوقتي تهتمي بمذاكرتك. ممكن تقومي تذاكري؟ طب يا شمعنى يعني يا شمس، يحيى وسلمى ما بيذاكروش، وانت كمان المفروض تبتدي مذاكره على فكره. يا بنتي بطلي كلمه اشمعنى دي، اشمعنى دي كلمه مش حلوه خالص. وبعدين انا لسه هبتدي اذاكر وانا مش فاضيه دلوقتي. ليه بقى ان شاء الله؟ وراكي ايه؟ ورايا اشوف انا كمان فستان البسه في خطوبه سلمى. مجنونه. عايز اجرب عمرو. خليك تجرب يا حبيبي. ومال انت كبير. جرب ايه؟ طمنا يا زميلي. قضيت؟ قضيت يا زميلي؟ قضيت والله دي عليك يا زميلي. يا زميلي طمني يا زميلي. يا عم رمضان نتكلم بعدين، نتكلم بعدين. اشي ده مكرونه يعني مننا وعلينا وهايش الليله كلها. ده مكرونه مش مكرونه قد. عادي. مش المفروض محدش يعرف يا عم رمضان؟ عادي يا شيخ. اعتبره معرفش، هو نيته يشد له سطر من المقرر ده، واعتبره ما جاش من اساسه. سطر سطر ايه؟ هو ايه اللي في ايدك ده؟ سكر بودره يا يابا. ده كيف ولاد الزواج يا يحيى؟ سطر منه وتنسى الدنيا كلها. طب بقول لك ايه؟ ولا تنسى الدنيا ولا تنسى اللي فيها. الله. خد يا عم حاجتك وخده واتكل على الله من هنا، مش عايز حاجه. يلا. حبيب قلبي الله عليك يا ديح. انت يا ديح لو تطلع الطلعه دي كل اسبوع هخليك ملك زمانك. بقول لك ايه؟ لا طلعه ولا طلعه تانية. انا عملت الطلعه دي بس عشان ارد لك فلوسك، انما لو طلعت طلعه تانية هودي اختي في داهيه. ثم خد الهباب ده وخد الاخ ده واتكلوا على الله. الحكومه لو جت ممكن ناخد تأبيده يا اسطى. بطلعنا انت يا اسطى، انت مش تلميذ في كليه الحقوق، انت بطلع نفسك مالكش دعوه بينا انت. بسرعه يا عم رمضان اشد لي سطر. انا كمان سطر. ايه اللي تشده يا مكرونه؟ انت من انت بتشد؟ انا بشد، بحب الشد اصلا. جرب كل حاجه جديده. ازاي يا عم رمضان؟ ازاي كده؟ مكرونة مناخيرك. مكرونة تجرب ايه؟ اه يا عم اشمعنى هو؟ هو احنا يعني صغيرين على الحاجات دي؟ البتاع ده غلط وايدناه. ادمان يا عم انت بتاخد مكان كده يا عم رمضان؟ جرب يعني. كده؟ يا ابن انت شد يا حبيبي. الله عليك اديني بقى، اديني بقى. الله عليك، الله عليك. اه والله حلوة يا يحيى، والله العظيم حلوة. جرب والله. بص انا المحل الوسع يعني ولا ايه؟ والله العظيم المحل وسع، والسقف بقى عالي والله، عالي خالص اهو. لا بقول لك ايه، بقول لك ايه، خده وخد الهباب ده وامشي. انا عايز افتح باب المحل قبل ما تجيبوا لي مصيبه. اتكلوا على الله. يلا عم رمضان. يا عم رمضان انت هتكمل شد ولا انت ايه ظروفك؟ سيب الهباب ده خده وامشي. ده غالي ده يا عم. لا لا يا عم اتكل على الله، خده وامشي. بقول لك هجيبوا لي مصيبه. يلا يا رمضان. رمضان رمضان ما بيردش ليه ده؟ رمضان رمضان ما بيردش يا مكرونه. هتلاقيه مات. اه شكله مات. مات ازاي؟ صح كده؟ يعني رمضان رمضان ما بيردش، ما بيردش. يلا طب بص العرق ده اهو هنا كده. لسه في نفس. شيله معايا، شيله معايا فوق. فوق بقول لك، فوق. شيله شيله يا عرق. اهو افتح الباب، افتح الباب. يا مريم مريومه، ممكن بقى تيجي تساعديني اخواتك؟ زمانهم جايين. ويحر ده لو جه ما كانش يعني هيعمل لنا مصيبه، ويتكلم صبوحه ويقول لها احنا بنعذبه. يعني انت يا شمس عايزاني اسيب مذاكرتي ومستقبلي وكياني عشان احضر ليحيى وسلمى الاكل؟ مذاكرتك وكيانك؟ يعني ما كنتيش بتتكلمي في الموبايل ولا حاجه؟ انا كنت ما كنتش بتكلم في الموبايل. لا
يا بنتي ده انا سمعاكي من قدسي. ما هو انا يا شمس بحب اسمع نفسي بصوت عالي. طب هاتي بقى موبايلك كده وانا اشوف اخر مكالمه كانت الساعه كام وكنت بتتكلمي ولا بتسمعي لنفسك. طب اديني كده انا هروح اجيب بقيه الاكل بقى من المطبخ. ايوه كده لازم تعرفي ان انا مش صبوحه مش هتعرفي تضحكي عليا بالكلمتين دول. ايوه في ايه يا مين ده؟ رمضان؟ ماله رمضان؟ صوتك يا اللي حصل؟ مش حاجة تعب شوية بس هدخله الأوضة، اقفل الباب كويس أول بالله عليك. شد المكرونة شادي يا دعوية في إيه؟ مفيش حاجة إيه جرح؟ مفيش حاجة وطي صوتك يا أبي شغل كويس. بسم الله الرحمن الرحيم إيه اللي حصل يا ولاد؟ في إيه؟ في إيه؟ في إيه يا شمس؟ خش صوتك دلوقتي يا مريم. يا مش كل حاجة خش صوتك يا مريم خش صوتك خلاص أهي راحت أوضتها فهمني في إيه؟ أنا عندي في المحل أفور أفور؟ أفور يعني إيه؟ أنا أفور دوزار مخدرات زيادة المستشفى ودي المستشفى يا مستشفى إيه بس يا أبلة الحكومة لو شافت خبر أنا هضيع فيها هو في النبض ما تقلقيش إيه؟ هو النبض ده هيفضل لغاية إمتى؟ يا ابني دي مسؤولية لازم نتكلم الإسعاف يا حاج صلي على النبي استني بس يا أبلة شمس تكلمي الإسعاف إيه؟ أنت لو كلمت الإسعاف أنا مستقبلي هيضيع في حاجة أنا ماليش دعوة بيها أنا مرتب كل حاجة هنكلم سلمى هنجيب الأدوية من عندها مش هيضيع تيجي تفوقوا قوموا اتكلوا على الله من هنا وأنا ماليش دعوة بيها والله العظيم هكلمها بسرعة يا يحيى رمضان في النبض يا أبلة ماشي حاضر ماشي يا فندم مع السلامة مع السلامة شوف ده عايز افكك فيه هيا يحيى ايه يا نهارك اسود ومنيل انت اتجننت يا يحيى انت مالك انت مقاولع ولا يغور في 60 داهيه بتجيب لنا مصايب ليه اقفل جايالك اقفل ايه يا سلمى في حاجه معلش انا بس عندي مشكله في البيت ولازم اكون موجوده ضروري معلش هات لها الاوردر ده بس ها ايه هو في ايه الدكتوره بتجري ليه مش عارف يا دكتور دكتور حضرتك عارف طبعا ان انا بعتبر نفسي صاحب مكان مش شغال هنا طبعا بس انا بصراحه شاكك في حاجه بخصوص سلمى وكنت عاوز اقول لحضرتك عليها اتفضل قول ايه اللي حصل يا عمي هفر وبعد كده ما تتنقل تقولي كان بيضرب ايه ترمدور ولا حشيش انت حلوين يا سلمى حلوين يا رمضان مريم ورا ولا بسرعه حلوين اتحركي بسرعه كان بيشرب حاجه غير الزفت اي كحوليات ركز يا بابا كانت خمر كمان الحقنه دي جبتها لي من الصيدليه دي فاهم ولا مش فاهم بسرعه دقيقه الاقيك هنا لو فضلت كده شويه كمان مش هلاقيك انت مستوعب ولا لا يلا بسرعه يا يحيى انا هكلمهم امشي بسرعه نبض واطيه يا رب واطيه الو ايوه مساء الخير صيدلية الحكمة هتعرفي تتصرفي يا سلمى نبضه بطيء قوي انا مش عارفه ايه هيتاخر ليه انا قلت نكلم الاسعاف احسن لو كلمنا الاسعاف قبل ما ندخل المستشفى اول حاجه يطلبوها محضر بوليس وساعتها يحيى هو اللي هيشيل الليله كلها ربنا يستر مش عارفه بيتلكع فين جه يحيى جه بسم الله الرحمن الرحيم انت هتعمل ايه حاضر صار انت يا يحيى
سيبيلي يلا يلا يعني كيف بسرعة. حاضر حاضر يعني كيف بسرعة. يا سلمى يا سلمى طلع الهواء. امسكي ايدي امسكي ايدي. ايوه شيلي شيلي. يا رب يا رب يا رب يا رب. الحمد لله فاهمة. الحمد لله. قومي يا بنتي قومي. يلا الله يستعد خلالها على سبع. انا اقوم بقى اغسل وشي والبس شنطتي. يلا ربنا معاكي. انت ما اكلتش ليه؟ كنت بتشرب معاهم؟ والله العظيم ايه؟ هتعيط؟ ينفع يعني اخواتك البنات يشوفوا راجل البيت هيعيط؟ راجل البيت هيعيط؟ بس ما طلعت ارجل مني 100 مرة. عارف الله الساعات اللي فاتت دي بسمتك ان انت شايف ان الفترة اللي فاتت دي كنت بتفكر فعلا في موضوع مستقبلك. اللي كنت عايز انا اعمل ايه؟ انت شايف الظروف. لازم اشتغل. عمرك بصيت للظروف ولا تأثرت بالظروف. انت كل اللي بتشوفه بس اللي انت عايزه اللي نفسك فيه وبس. انا عارف عارف ان انا غلطان غلطان في حقكم كلكم. مش بس في حقنا. انت غلطان في حق نفسك اولا. يا حبيبي انت لسه صغير لسه العمر كله قدامك تقدر ترمي كل ده ورا ظهرك. انت عارف اللي سلمى انقذته جوه ده يبقى مين؟ ده مش رمضان ده انت. ايوه ربنا يمكن عمل كده مخصوص عشان تشوف نفسك انت كان ممكن يحصل لك ايه لو كنت في الموقف ده عشان تتعلم وتبص لمستقبلك بقى بجد. مستعد قبل اعمل اي حاجه عشان اثبت لربنا ان انا عايز اتغير وابدا من جديد. انت تسمع اللي انا هقول لك عليه وتنفذه ارجوك بالحرف الواحد ومن غير اي مناقشه. تسيب البلاي ستيشن ده خالص. انا عندي ميعاد مع الاستاذ احسان كمان شويه هكلمه. تنزل تتمرن معاه في مكتب محاماه فاهم؟ بيسي برنسيسة. وإيه اللي بيسي برنسيسة؟ في محامي محترم يقول بيسي برنسيسة؟ قشطة قشطة مني يعني. يحيى حبيبي ما تتكلمش خالص هز راسك وخلاص أوكي؟ سلمى يلا حبيبتي قومي ريحي لك شوية أنا هفضل قاعدة جنبك. طيب هو عموما نفسه ونبضه بقى كويسين الحمد لله كل حاجه بقت طبيعيه. هو بس هينام شويه ويفوق على طول ان شاء الله. ان شاء الله. امي بقى انت ايه الاخبار؟ ليك نفس تسال وبتاكل كمان؟ والله العظيم انا قاعد بره بدعي لك والله العظيم
انا مش عارف لو ربنا بعتك لي انا كنت هعمل ايه، بس بيني وبينك انا كنت قلقان منك ما تعرفيش تعالجيه. اصل ما تاخذنيش، اللي بيمشي على الحيوانات اكيد ما بيمشيش على بني ادمين. معاك حق، اللي بيمشي على الحيوانات ما بيمشيش على بني ادمين، عشان ما فيش حيوان هيشرب مخدرات ويضر نفسه كده. قومي يا حبيبتي، قومي ريحي لك شويه، يلا الحقي نامي. انام ايه بقى يا شمس؟ ما خلاص النهار طلع، واضح يا يحيى ان انا هفضل طول حياتي الم وراك مصايبك. تصبح على خير. امشي من اهله. طبعا عندها حق. انا فين؟ الحمد لله، الحمد لله على سلامتك. اعملك تشرب حاجه؟ ده استني يا ست شمس، استني. هو ايه اللي حصل؟ وايه اللي جابني هنا؟ اللي حصل ان كتب لك عمر جديد، واعتقد انه مش عشانك بصراحه، عشان مراتك وبنتك الصغيره اللي ما يستاهلوش اللي انت بتعمله في نفسك ده. انا مش فاكر اي حاجه. انا كل اللي فاكره ان انا كنت عند يحيى في المحل، وبعدين حسيت الدنيا بتلف بيا، وحسيت ان انا عايز اصرخ في مكرونه ويحيى واقول لهم الحقوني. حسيت ان انا فعلا بموت. لا لا لا، انت فعلا كنت بتموت، وان ربنا بعت لك سلمى تنقذك. دكتوره سلمى، دكتوره سلمى هي اللي انقذتني. ايوه دكتوره سلمى هي اللي انقذتك، والحقيقه انقذتك مرتين مش مره واحده. مرة لما لحقتك وديت لك الحقنة، والمرة التانية لما بلغتش المستشفى عشان الموضوع ما يوصلش للبوليس. دكتورة سلمى، دكتورة سلمى يلا انقذتني بعد كل اللي عملناه فيها. ايه اللي عملتوه معاه؟ عملتوا ايه معاه يا رمضان؟ في ايه يا يحيى؟ انا هقولك على كل حاجة، هقولك على كل حاجة يا ست شمس. انا اصلي كنت رحت للدكتورة في الصيدلية عشان اخد منها أدوية من اللي بتطلع بالروشتات، وهي ما ردتش، فقلت لها تنقش لي طب كام روشتة عشان اصرفهم، وما ردتش. فقمت زقيت عليها يحيى عشان يقلب لي يعني علبتين من عندها. والله العظيم كنت هقول لك، وهو ضغط عليا عشان كان عايز مني فلوس، والله العظيم مش اكتر. انا مش بعمل كده من فراغ. العلب دي لازم ترجع. فين العلب دي؟ معايا بس الحمد لله طلعت معايا دلوقتي. انا ممكن اخدها دلوقتي واعمل اي حاجه وارجعها. خلاص يبقى لازم ترجعوها. حاضر، لازم ارجعها. ايه؟ حاضر، هات. بس هو في حاجه، هم عارفين شكلنا في الصيدليه، يعني لو رجعناها هيقفشونا. شكلكم انتوا الاثنين؟ اه. طب هنعمل ايه؟ لازم ترجع. هترجع ان شاء الله. ايه؟ انا؟ ايوه يا دكتور، زي ما بقول لحضرتك كده بالظبط. من بالليل لحد الصبح عملت جرد لكل أدوية الجدول، ولقيت علب ترامادول ناقصين. هي أكيد اديتهم الواد البلطجي اللي أنا قلت لحضرتك عليه ده. حضرتك جاي؟ صباح الخير. مع السلامة. صباح النور يا فندم، تحت أمرك. لو سمحت، كنت بسأل على الأوميجا. حاضر، ثواني أشوف حضرتك. أوكي. بس يا فندم هو ناقص اليومين دول. غريبه قوي، مش لاقيه الفتره دي. طب مش هيجي لك قريب؟ يعني اسبوع كده حضرتك تعدي عليها ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي قوي. العفو، تحت امرك. وقعك الفل يا عم رمضان، يا عم الكل. سلمى موصياني اكلك كل ده، قالت لي بياخد ادويه جديده وحقن فلازم يتغذى. والله ما عارف وادي جمالك ايه، فين انت؟ قابله الدكتور اختك.
لولاكو كان زمانكم بترحموا عليا دلوقتي. يا عم قول الحمد لله، ده فضل من الله. الحمد لله. سلمى بتقول لك حاجه كمان، ان في ادويه بتسحب كل المخدرات من الجسم، لو ناوي فعلا قول لها وهي باذن الله هتساعدك. ماشي. يلا خد اتغذى. خد. عم يا جمال. معكش سجاره؟ لا فعلا ناوي تبطل. يا عم كل يا عم. كفايه بقى. نفسي في سجاره. لا ان شاء الله تبطل. قبل شمس. رمضان اهو بيفطر وهينزل ان شاء الله خلاص، بقى كويس. ما تقلقيش، اول ما سلمى تروح الصيدليه وراها على طول. وهعمل قرد لغايه لما الاقي الادويه اللي انت رميتيها هناك. لا 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 لا، هي اللي هتلاقيهم، انا ماليش دعوه، انا حد كده هتصرف لغايه لما اديهم لها. من غير ما تحس. حاضر ماشي، ومعلش على اللي انا عملته. ربنا يبارك لك. السلام عليكم. عايزك تتغذى كويس، ها؟ تاكل كل ده وتاكل دي. ماشي ماشي. الطبق خلص. غلطة. ماشي ماشي. أنا نفسي في كبدة. يا ريت توضح كلامك يا أستاذ إحسان. شمس هانم، أنا فكرت وترددت كتير في إن أنا أقول لك الموضوع اللي هتسمعيه مني دلوقتي، لأني بصراحة خايف إنك ما تصدقينيش، بس أنا ضميري ما يستحملش إن أنا أسكت أكتر من كده، فقلت أقول لك الموضوع وأسيب لحضرتك حرية التقدير، ولو صدقتيني يبقى الحمد لله، ولو ما صدقتنيش يبقى انا عملت اللي عليا قدام ربنا ثم ضميري. خير حضرتك عايز تقول ايه بالظبط؟ حضرتك عارفه ان المجموعه عندنا ماسكها اكتر من محامي، وكل محامي فينا ليه اختصاصات مختلفه عن التاني. وراتب كان المحامي الشخصي النور بيه الله يرحمه، فيبقى من الطبيعي ان راتب يكون هو المسؤول الاول والاخير عن القضيه. بصراحه كده انا عايز حضرتك تطلبي ملف القضيه من عند راتب وتقدمي لأي محامي تكوني أنت بتثقي فيه، وشوفي شوفي هيقول لك إيه. ببساطة شديدة يا هانم، القضية كان ممكن تاخد حكم بالبراءة، بس كان واضح إن في سبب يخلي راتب مش عايز حكم البراءة ده. أنا مش قادرة أصدق. على فكرة أنا كمان مش مرتاحة، ومش قادرة أصدق هو إزاي يبقى عايز إن بابا الله يرحمه ما ياخدش براءة. ما هو ده اللي انا مش قادر افهمه لغايه دلوقتي، ثم انه تفويته لميعاد تقديم الطعن قدام محكمه النقد ده في حد ذاته محتاج تفسير، وتفسير سريع كمان. كان رده عليا ان هو عاوز ياخد حكم من المحكمه المدنيه عشان يبقى قصاد حكم المحكمه الجنائيه، وفي الاخر يتقدموا الاثنين ويحصل نزاع امام المحكمه الدستوريه. حتى لو نجح انه يعمل كده، الموضوع ده ياخد له 5-6 سنين اقل ما فيه. النقد كان هيوفر لنا وقت كتير. 5-6 سنين؟ تنصحني اعمل ايه طيب؟ اعمل ايه؟ أول حاجة احنا لازم نهدى تماما، وما نعرفش راتب إن أنت عرفتي أي حاجة عن الموضوع ده. ثانيا بقى، احنا محتاجين نوصل لملف القضية اللي في مكتب راتب. أنا حاولت، وحتى قلت له لو حضرتك مش فاضي اديني اوراق القضيه وملف القضيه اعرضها على محامي تاني، كل مره يزعل ويقول انت بتخونيني. احنا لازم نوصل لملف القضيه ده باي وسيله كانت، حتى لو اضطرينا مع الاسف ان احنا نشوف اي حد من اللي بيشتغل جوه عند راتب في المكتب ونتفق معاه انه يجيب لنا الملف ده مقابل اي مبلغ مادي. وما تنسيش يا شمس هانم، القضيه دي بتاعتك من اولها لاخرها، ومن حقك انك تطلعي على كل ورقه فيها. اكيد طبعا. طب حضرتك ما تقدرش تساعدني نوصل لحد في المكتب عنده؟ اكيد حضرتك تقدر. ها؟ بصراحه ومع احترامي لحضرتك، انا حاولت اعمل كده كتير، بس للاسف ما امكنتش. طب انا ما اعرفش حد عنده في المكتب خالص، هتصرف ازاي؟ انا كمان مش عارف اعمل. أنا ممكن أطلب منه خدمة، ممكن أطلب منه إن هو يشغل يحيى عنده محامي تحت التمرين، وساعتها ممكن يحيى يقدر يساعدنا. تفتكر كده؟ هايل، دي فكرة ممتازة. صباح الخير يا دكتور. في عندك روشتات لأدوية جدول اتسحبت في الشيفت بتاعك امبارح؟ لا ما كتبتش روشتات امبارح، ما طلعتش اي ادويه جدول. يعني ما حدش خد ترامادول امبارح خالص؟ ما هو انا بقول لك لا،
هو في ايه دكتور؟ انا مش فاهمه حاجه. صوتك يوطى. في علب ادويه نقصوا امبارح من الصيدليه، واكتشفنا ده بعد جرد النهارده الصبح. واحنا من امتى ان شاء الله بنعمل جرد في وسط الاسبوع؟ من اول الاشكال اللي زي رمضان ما بقت تيجي هنا الصيدليه وتقفي تتوشوشي معاها. انا ما اسمحلكش تتهمني اتهام زي ده، انت ما عندكش اي دليل اصلا على اللي انت بتقوله. كده كده البوليس هيجي وهنعرف مين اللي عنده دليل على اللي بيقوله. بوليس ايه؟ بوليس ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ انتوا فاهمين انتوا بتقولوا ايه اساسا؟